ايه يا بنت الدخله الغريبه دي؟ مصيبه يا دكتور عواطف، مصيبه. مصيبه ايه يا سماح؟ البوليس صار فجاه في المستشفى كلها وما سابوش حته ما يدوروش فيها، وجايين دلوقتي على مكتب حضرتك. خبي ايه لا سمح الله، احنا بس مستشفى كبيره ولينا سمعتنا يعني. ما احنا هنا مخصوص عشان نحافظ على السمعه دي. ايه الاخبار يا فندم؟ النساء والولاده وعنابر الحريم والاطفال نظيفه سعادتك. طيب ايه؟ الاشعه والمعامل والمصلحه والرعايه وجاري البحث يا فندم. طيب سيبهم يكملوا اكيد على الحراسه اللي بره، مفيش دخول لاي بني ادم ولا حتى القطط ولا الكلاب. طب ممكن حضرتك تفهمني؟ وفهمك ايه بدل ما عندك فهمنا كلنا ووفر علينا الوقت المجهول. قلت يا دكتور امان؟ قلت ايه في ايه حضرتك؟ انت اللي كتبت التقرير النهائي للوفاه، صرحت بالدفن والناس اللي شافوا الدفن، مظبوط الكلام ده ولا اوراقكم مضروبه ومهكله زي مستشفيات الحكومه؟ لا لا يا فندم مظبوط، بس انا مش فاهم برضه هي المشكله فين؟ فاتن. نعم يا فندم. هم متوترين كده ليه؟ مش عارفه، يمكن عمليات مشبوهه؟ واحنا بنفهم في العمليات المشبوهه؟ لا طبعا. امال بنفهم في ايه؟ في الناس المشبوهه. ايه ده؟ يعني ممكن؟ ممكن جدا. بصراحه يا فندم انا مش لاقيه لها تفسير تاني. طب فين واحنا قاعدين المستشفى كلها؟ غرفة الإفاقة يا فندم، والغريب إن محدش دلنا عليها هنا خالص، وده رسم كروكي للمستشفى بيوضح إن المكان ده موجود في المكان المسنود. لا سيادتك الحركة ثابتة، مفيش أي جديد. لا في ست غلط، أنت ثابت والهدف اتحرك وخلع من تحت رجلك. مش ممكن يا ريس، ده أنا مغطي المنافس كلها. إلا ربع صور في المبنى الغربي، وأنا بنادي عليك أكتر من 10 مرات إن إحنا بنحصل خلط وخال، مش بني آدم، مش بني آدم. أنا هوديك في 60 داهية، إزاي تعمل مصيبة زي دي من ورايا؟ مين يا فندم؟ من وراكي؟ طبعًا من ورايا. أمال أنا كنت هعرف إنك عامل عملة سودة زي دي وأسكت لك ولا إيه؟ يا سيادة اللواء، الراجل ده ساكن واحد مجهول في غرفة الإفاقة من غير ما يقول لي ولا حتى يثبت الكلام ده في سجلات المستشفى. بقول لك يا دكتور أنا مش هسكت على كده. أنا تسكت يا دكتور، احنا عايزينك تتكلم من الصبح لحد ما تصدعنا رغم حكايتك. يا سيادة اللواء بعد إذنك. مش هنا يا حبيبي، أنت تيجي معانا تشرب فنجان قهوة وتستمخ كده وتقول لنا على كل طرف. هتفيدك خالد بيه. تعالي هنا. عارفه لو فتحتي بقك هعمل فيكي ايه؟ عارفه يا دكتور، بس والله العظيم حرام بقى دكتور شادي يلبسها لوحده. طب يا اختي حصليهم، حصليهم وقولي لهم ان انا غيرانه من دكتور شادي ونفسي البس البدله البيضاء واتمخطر بيها في سجن القناطر. غوري من وشي. قرف بشكلك. يا سياده اللواء بعد اذن سعادتك ممكن تسمعني؟ اسكت خالص. قيادة الحراسة يا خالد 50 متر فاضية، مفيش عليها واحد عسكري. يا فندم المكان كله مكشوف، وأكيد لو كان هرب كانت القوة لمحته، أكيد يا فندم ده هرب قبل ما نوصل. هو هيهرب ليه بالشباك قبل ما نوصل؟ وعارف منين إن إحنا هنوصل؟ يا فندم مفيش حد هرب ولا حاجة، والغرفة دي خليك في نفسك يا دكتور، وشوف هتعمل إيه في الجناية اللي هترميه في السجن مش أقل من 10 سنين. يا نهار أسود جناية. أمال أنت فاكر إيه؟ التصوير في شهادة وفاة واتصلت على صاب محترف هتاخد فيها إيه؟ 1000 جنيه غرامة ولفت نظر بالنقابة؟ الصاب محترف. خاف على نفسك يا دكتور واشتري مستقبلك بكلمة واحدة بس. راح فين الكلب اللي كان مستخبي هنا؟ يخرب بيتك، يعني انت كنت عارفه انه هيهرب؟ والمصحف الشريف ما كنت اعرف. يا بنتي مش بتقولي ان هو طلب مني قميص وبنطلون وانت اللي جبتهم له؟ ايوه انا اللي جبتهم له، بس انا ما كنتش عارفه انه هيلبسهم عشان يخرج بيهم بره المستشفى. امال كان هيعمل بيهم ايه يا متخلفه؟ اتكلمي يا سماح ما تخافيش، ما حدش هيعمل لك حاجه يا ماما، اللي حصل حصل خلاص. انا هقول لكم،
بس انا بصراحه قلت له ان انا كنت مخطوبه الربازه منا في قسم البطن، وان الواطيه اللي اسمها شاهين ده لافت عليه وخليته سابني انا وراح مشي معاها هي ورمى الدبله في وشي. وده ايه علاقته باللي احنا فيه دلوقتي يا سماح؟ ما انا بقول لك اهو، وقال لي بقى ان البنت دي سحره سحر وحش قوي وعلشان يدفع لازم اجيب له حاجه من القطر. قلت له اجيب لك منديله، قال لي لا انا عايز طقم كامل الخروج بتاعه. قلت له حاضر. جبت له الطقم بتاع ربيع، راح قال لي سيبيني بقى ساعه واوعي تدخلي عليا. قلت له حاضر، بس قبل ما الساعه تخلص بقى كان البوليس جاي. سامع يا دكتور؟ مش قلت لك انه نصاب وبتاع سحر اسود ودجال؟ ها؟ وتقولي لا ده شيخ وحافظ قران وليه كرامات؟ اشرب بقى. ما هو برضه يا دكتور الحمد لله ان هو مشي، مش هو ده اللي انت كنت عايزاه؟ لا طبعا مش هو ده اللي انا كنت عايزاه يا اخويا، انا كنت عايزاه يمشي من غير ما يسيب اي اثر، لكن انا اقول للبوليس ان مفيش حاجه اسمها غرفه افاقه، فيلاقوا غرفه الافاقه ومستعمله وفيها كيس الدم مطرحه. خلاص يا دكتوره، هو الدكتور شادي يلبسها ولا حصل حصل؟ انت فاكره يعني ان الدكتور شادي هيلبس كوت يا اختي؟ هيجيب رجلين ومش بعيد يقبضوا على اللي اسمها وايده وفاطمه ويقروا ويعترفوا من اول قلم ياخدوه. خرج؟ خرج ازاي وامتى؟ ده الدكتور شادي كان معايا وهو اللي كان. الدكتور شادي اول واحد هيضيع في الحكايه دي. يضيع يعني ايه؟ سماح بقول لك ايه، انا مش فاهمه حاجه. اصل البوليس جه هنا امبارح يا مدام فاطمه يا نهار اسود، وعرفوا ان الشيخ رضوان لسه عايش ودخلوا قلبوا عليه اوضه الافاقه فص ملح وداب، اتاري اختفى بقى قبل ما هم يجوا بربع ساعه. مش ممكن والله العظيم زي ما بحكي لك كده، ويا ريت على كده بس الدكتور عواصف قصدي عواطف راحت قلبت الترابيزه لصالحها وراحت قالت بقى للبوليس ان هو اللي مدخله من غير سجلات وان هو اللي مبوظ الدنيا كلها، وجم يا حبه عيني خدوه كده من وسطينا زي الفرخه المبلوله، وقعدت اعيط عليه وكنت هروح اقول لها. راحت قالت لي عارفه لو رحت اعمل ايه؟ قلت لها خلاص عارفه، ما انا هعمل ايه، ما انا كمان غلبانه. يلا بقى هو حظه كده يروح في كلابوش، وبعدين هو يروح يجي الف واحد غيره، هنعمل له ايه يعني؟ ادم صحي ولقى نفسه في مستشفى حكومي هيبقى زي القرد وهيختفي في خلال ثواني. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مش ممكن. ايه يا بنت في ايه؟ سيبتي روحك؟ الداتا يا جابر، الداتا مفيش حاجه على الجهاز، كل الملفات ممسوحه ومش موجوده. نعم ازاي ده؟ اهو محدش يعرف المكان ده غير انا وانت، مستحيل تكون هوايدة. هوايدة ايه؟ وهي هوايدة هتفهم في شغلنا اصلا؟ جزم عر، انا اللي رميتكم من الشوارع وعملتكم بني ادمين، قطعوا في لحمي هتكسروا بيتي علشان القرش اول ما عرفتوا ان انا اتربيت تحت التراب. الكلب شايف اخر التهور واندفاع شريف سرايا؟ الموضوع ما لحقش ينزل على النت ساعه زمن، الصحافه شقطته ونزلته طبعه ثانيه. يا فندم ما تقوليش انه مش مسؤول عن الصوره والاخبار اللي نزلت عليها، ما حدش له مصلحه الا هو يا حمدي. وبعدين ايه يا فندم؟ انا مش جاي ادافع عن شريف سرايا في تسريب الصور والاخبار. امال سعادتك جاي ليه؟ جاي اقول لحضرتك ان راس التشكيل بتاعنا مش هو اللي اندفن في ضريح الشيخ رضوان. نعم انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. سعادتك افهمك، شريف سرايا اللي حضرتك زعلان منه ده اكتشف ثغره مهمه جدا في اوراق المستشفى، وصل منها الدكتور زور تقرير الوفاه وبدل جثه مجهوله بجثه الشيخ رضوان. عنده دليل يا حمدي؟ عنده سجلات المستشفى ومحاضر النيابه واعترافات الدكتور اللي بدل الجثث. انا ما يهمنيش محاضر سجلات، يهمني اعتراف الدكتور. سعادتك انا لسه قافل التليفون مع شريف دلوقتي، هو حاجز الدكتور لحد ما يستوي وياخد منه اعتراف مسجل يساعدنا في استخراج الجثه. لا يا استاذ، مسجل ده ايه؟ انا عايزه يضمن لي اعتراف حي قدام النيابه عشان ما يطلعليش واحد من اياهم يقول ده اعتراف مشبوه تحت التعذيب والاكراه. فاطمه. حاضر يا فندم هنطق، بس ممكن بعد اذن سعادتك شويه ميه؟ ايه ده مش ممكن بالسرعه دي؟ انا عارف انه ما كانش هياخد وقت من الاول، بس هو ما كانش عايز يتكلم في المستشفى. الحمد لله تمام يا فندم. معلش اصلي ما كنتش قادر اتلم على اعصابي من ساعه ما. سلامه اعصابك يا سيدي. هنخش في الجد ولا هنقضيها رغي حريم؟ لا حريم يا فندم، في الجد طبعا. سعادتك قول لي فين المشكله بالظبط؟ انت هتستعبط يا دكتور؟ يا فندم انا لا بستعبط ولا حاجه، بس سعادتك بتقول ان انا زورت تقرير وفاه واتسطرت على واحد نصاب، وانا والله اسمع يا دكتور شادي، انا عايز افهمك ان انا مش محتاج اعترافك
وانا جايبك هنا عشان اجبرك على اي كلام، لان كده كده هخرج الجثه وهشرحها وفضحتك هتبقى رسمي قدام النيابه والدنيا كلها. ازاي يا فندم؟ ما هو لما تقول لي مين صاحب الجثه اللي وردت في محضر الشرطه وستك خرجتها من المستشفى على اساس انها جثه شيخ رضوان وراحت فين بالظبط؟ هقدمك للنيابه على انك ضحيه للكلب ده مش متهم معاه، فهمت؟ الجثه. طب يا فندم مش تقول كده من الاول؟ الحمد لله ده انا قلبي كان هيقف. اقول كده يعني ايه؟ يا فندم الموضوع ابسط من كده بكتير. اللي حصل ان الطوارئ استقبل حالات كتيره جدا كلها منتهيه جرى الاصابات الخطيره، والدكتور عماد زميلي شخص مجموعه كده على انها وفاه وبعتهم عندي في غرفه الحجز لحد ما اخلص بقى اجراءات النيابه والتشريح وكده يعني. وبعدين؟ وبعدين انا اصلي حضرتك دقيق في شغل شويه، وبحب اراجع على تشخيص الطوارئ وخصوصا لما بيبقى في حوادث ولخمه وزحمه وكده يعني. ورجعت على تشخيص؟ والحمد لله يا فندم ان ربنا الهمني بكده، لاني اكتشفت ان منهم حاله ما فيهاش اي اصابات ولسه على قيد الحياه. وازاي زميلك يغلط غلطه زي دي؟ دي حاله ايدي يا فندم بتتكرر كتير. الراجل جاله شوك عصبي وهبوط حاد في الدوره الدمويه بسبب الخضه اللي حصلت له، وبعدين الهبوط بيخفي النبض والنفس وبيبان في الكشف الظاهري كده انها ديد. كمل. وبعدين؟ وبعدين انا فوقت الراجل على جهاز التنفس وكلمت الدكتور عماد، ارتبك جدا وطلب مني بشكل شخصي ان احنا نداري على الموضوع علشان ما يضرش فيه. وداريته على الموضوع ازاي؟ انا كلمت الراجل واعتذرت له، قلت له احنا اسفين، وقلت له احنا مستعدين نعتذر لاهلك كلهم. قال لي انا ماليش اهل ومفيش حد في المولد اللي بره ده كله يعرفه، حمدت ربنا على كده وخرجته من بره بره من غير ما حد يحس بحاجه. يا سلام. هو ده يا دكتور؟ ايوه هو ده يا فندم، هو بعينه يا ابن اللذينة. بقى ده النصاب اللي حضرتك بتدور عليه، ده كان غلبان جدا وعينيه كلها براءة. بقول لك ايه يا زيكس، فوق معايا صاحبي، جو التمثيل ده يا اخويا ما ياكلش معانا يا حبيبي. تمثيل ايه يا جاجا؟ بقول لك ايه يا جوجو، البدلة دي محتاجة تروح اللوندري على فكرة. فكرك كده؟ بازوكا حبيبي، جو الصعبانة بتاع مسلسلات رمضان ده مش هيخيل عليا. أنا متأكدة إن أنت اللي كنت في الفيلا وقشطتها وقلبتها قبل ما إحنا نوصل وخلعت بالعربية كمان. إيه الجو الرخيص ده يا نوسف؟ بقول لك يالا، فوق وتعادل المال، ما هو محدش يعرف فيلة الخواجة واللي فيها غيرك، ومحدش يقدر يفتح عربيتي ويسوقها ويمشي بيها من غير مفتاح غيرك برضه. قرطستني يا واطي وعيشتني في دور العيش والملح ونفذت في الآخر اللي في دماغك. يا ابني ما أنا لو كنت عايز أعمل كده ما كنت رحت معاكوا الفيلا وقشطتها برضه وأنتوا موجودين. والنبي إيه؟ مال مين يالا اللي ممكن يعمل كده؟ انا مالي، ده مشواركم انتوا الاثنين وانتوا اللي اخترتوه، والوش الخشب ده ما تعملوش عليا تاني مره، لان انا ما فيش على راسي بطحه احسس عليها. اتقل يا جوجو اتقل. صح يا بزوكا، انت صح، انت جدع ونظيف وصاحب صاحبك، بس برضو ضربة كانت تقيلة قوي علينا كلنا. ها يعني برضو ما فيش مانع ان ضميرك يتلعب بيه شويه كده وتحس يعني انك هتطلع من المولد بلا شويه حمص في ساعه غضب ولا يا نوسة ايه؟ يا نوسه يا نوسه، انا واجع على موت الخواجه ما يتقدرش بملء روم. عمل لي فيها غندي. احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ لا يا ست خلصنا، ويلا بقى انتوا الاثنين عشان مستني مكره هيسمعنا ايتين على روح المرحوم كده. ماشي يالا ماشي. طب تعيش وتفتكر يا بزوكا. يلا اينو يلا. افتكرت؟ افتكر. بص على اللي صب فيها يا جدع، الراجل لسه دمه ما نشفش وايدين بتفرك على القرش اللي سابه، ولا نافع معاهم لا عشره ولا عيش وملح. بس صحيح، مين اللي عارف مكان الفيلا وقلبهم التقليبه الصايعه دي؟ يا عم اتأخرت يا عم. اهدى اهدى يا حبيبك. يا واجه أمال إيه؟ أنا مش مصدق أنت عايش. بالراحة بالراحة عشان الجرحة. إيه مالك في إيه؟ أنا كله تمام. ده أنت عفريت عفريت. عيب عليك. إيه ده يا عم؟ عيب. تعالى يا رجل. وحشنا. تعالى يا باشا. تعالى.